السلام عليكم. اليوم ان شاء الله فلوق جديد غادي نمشي واحد ليفينمون ديال ريد بول مع 500 بيس واحد ليفينمون سامع. اليوم معكم مهدي غادي نمشي واحد ليفينمون ديال الفوتوغرافي غادي نشوفوا عندنا واحد الاكسبيريونس زوينه ان شاء الله نشوفوا اليوم كان غادي يدوز. دابا شادين التراك تاعهم معانا دابا في الرباط حنا دابا وصلنا لمشي السنة باش نشوفوا شوف هاد النهارة وهي بقا الله يلقاو الدراري جاو مصحوش حنا ناسي لا عرفتي المهم حنا دابا تلاقينا مع الدراري كما كتشوفو الشارع تبارك الله كاين بخير دابا غادي نتعسمو ديكرو وغادي نمشيو باش نديرو طاوة في الإفاضة إن شاء الله غادي نصورو في الرباط كامل إن شاء الله وكذا تلاقيت مع الانبياء في المسابقه اليوم مجموعين على قبل هذاك ليفينمون ديال الفوتو اورغانيزي باغ 500 اكس ولا شي كامل نرجع غير هاد لو بتيت بوان البارح في لاباج كانت واحد شويه ديال لي كيسيون هو على ود الكونكور الكونكور اللي دارتو 500 اكس لو ريزو ديال لي فوتو داروه مع ريد بول فرضوا عليهم شي دي كونديسيون ان خص يكونوا مصورين بالتليفون ان تصاور تصيفطو فواحد البلاتفورم داكشي كامل الهدف ديالي انا فاش شفت هذيك لوبورتينيتي باش انها تنظم في المغرب ماشي هو نربحو باش نمشيو فواياج يومين ولا ثلاث ايام لامريكان سي بلوس اننا نجمعو هكا نتلاقاو مع الناس اللي كنشوفهم غير في الانترنت الناس اللي ما عمرنا شفناهم صحابنا نعاودو نجمع معاهم يعني هذا هو لو بوت برانسيبال المهم احنا دابا وصلنا للحسنات صور الدراري الشمس تنطناتنا المهم دابا هنا الشجر ما غاديش يبان ليكم قربوا ليه شويه هاهو الطريح المهم هنا مطلق شويه حنا قرب باش نوريكم واحد المنظر ديال السلام من الفوق فوالا دابا غادي نتحركم حتى ان شاء الله باش نمشيو للودايه ومرا نمشيو للمدينه القديمه يلا نتلاقاو تما دابا سالينا من الحسنان غادي نعطو للمدينه ومرا غادي نمشيو للودايه عينا شويه نرتاحو هنا من الله الكاو المهم انا نوريكم شي تصاور صورتهم بالتليفون هو قال لك اوبليتي تصور بالتليفون باش تشارك في المسابقه قال لك الا ما صورتي بالتليفون ما غاديش تقبلوا لك التصاور دابا خرجنا من حسان دابا حنا في جبل حسان فوالا هو صراحه
نمشيو دابا غادي نهبطو للمارينا. مارينا ولا بيتا؟ مارينا مارينا. دابا وصلنا للفوق ديال الودايا كما كتشوفوا دابا كيبان البحر. دابا صافي سالينا المدينة ما فيها ما يتصور ماشي شي حاجة مدينة تصور تتصاور إلا بغيتي تقصي فيها وصافي. المهم دورنا لكم الرباط كامل. نتمنى الفيديو يعجبكم ما تنساوش لايك سبسكرايب تبارطاجيو مع صحابكم. شكرا بزاف للدراري اللي دخلوا اللين اللي حطيت ديك المره على وداك البخي ناسيونال ديال سونتيليزاسيون. شكرا بزاف على كل شيء اللي فوطا الدراري كاملين. ومازال الفوط حتى 3 سبتمبر اللي بغى يفوطي يدخل في الديسكريبسيون. نتلاقاو ان شاء الله في بلوك واحد اخر. سلامه.